بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع اسم آيات الحزن والأسى إلى مقام صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، وإلى مراجعنا العظام، وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، بمناسبة ذكرى استشهاد كريم آل محمد الإمام الحسن المجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام. سيلقي المجلس لهذه الليلة سماحة الشيخ عباس الزيداوي، فلنستقبله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. طيب، وأفاكم بذكر محمد وآل محمد. لتعجيل فرج آل محمد وشفاء المرضى وقضاء الحوائج وحفظ زوار الحسين وحفظ مجالس الحسين وحفظ عوائلكم الثانية بأعلى أصواتكم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا غريب كربلاء، أبا عبد الله الحسين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب يا مولاي من تمسك بكم وامن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. جحدوا أولاء المرتضى ولكم وعى منهم له قلب وأصغى مسمعوه، وبما جرى من حقدهم ونفاقهم في بيته كسرت لفاطم أضلعوا وعدوا على الحسن الزكي بالسالف الأحقاد حين تألبوا وتجمعوا مع زال ما زال مضطهدا يقاسي منهم غصصا بها كأس الردى يتجرع حتى إذا
نفذ القضاء محتما. أضحى يدس إليه سم منقع وتفتتت بالسم من أحشائه كبد لا حتى الصفا يتصايا. ادعوا لله أي رزية كادت لها أركان شامخة الهدى تتضايا. أضعوا رزقون بكت عين الحسين لو ومن ذوب الحشايا عبراته تتدفع. وحسين نادى عشتي قشرايا. وحسين نادى عيشتي قشرة بلياك. خذني اخويا للقبر روحي فداياك. ذوب ذوب قلبي لا بجاو حليت مايك. ما اوحش الدنيا عقب عينك يا مسموم. يقل لأخويا بالليل بعواد الليل تنعاك المحارب. يا أخويا المنابر عقب عينك شقت الجيب. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا ولمحمد أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. عن مولانا وسيدنا رسول الله لما جاءته فاطمة بالحسن والحسين قالت: أبتاه يا رسول الله أنحل ولدي الحسنين نحلة منك. التفت إليهما وقال: أما الحسن فلو هيبتي وسؤددي، وأما الحسين فلو جودي وكرمي. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الملكات النفسانية. الإنسان يكتسبها من البيئة في الدرجة الأولى، من البيت، من الآباء الأصائل. يعني هذه المكونات التي تنطوي عليها نفسية الإنسان بالدرجة الأولى، طبعا هذا بمعزل وإذا أردنا أن نعري الإمام من الغيب عليه السلام. الآن نحن في هذه الليلة نتحدث عن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، لكن لا يمنع بأننا نعرج على مسألة غاية في الخطورة،
ودائما وأبدا الإسلام يؤكد عليها. هذه المسألة هي مسألة الحاضن للطفل، مسألة البيئة للطفل، مسألة البيت وأهميته للطفل. واحد من العرفاء يقول: ربي ولدك قبل أن تتزوج. ممكن هذه الكلمة عندما يسمعها الإنسان يقول: أنا ليس عندي ولد، يعني بإصطلاح المناطق سالبة بانتفاء الموضوع. وإذا كانت بهذه النتيجة، ما معنى أنه هذا العارف يقول ربي ولدك قبل أن تتزوج؟ هذا وين يحيلك؟ يحيلك إلى أنه، إلى حديث رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: اختاروا لنطفكم. شنو لنطفكم؟ يعني هذه النطفة غدا تتحول إلى ولد بنت. أنت عندما تختار زوجة صالحة مطيعة أصيلة عندها مكونات تستطيع أن تنسجم مع ما تريده أنت، وبالتالي أنت بهذا الاختيار وبهذه الوسيلة إنما أردت وساعدت أن يأتي ولدك كما تريد وتحب. طبعا هذا جزء من المسؤولية، لكن جزء مهم جدا، لكن هناك أيضا أجزاء كثيرة تتدخل في هذا الموضوع وتعطيك ثمرة. من هذه الأشياء هذا العارف عندما يقول اختاروا وربوا، يعني مو فقط إنه أنا أختار الزوجة الصالحة، لا، أنا أختار أيضا الطعام الطيب الحلال. نحن كلنا نعلم بأن هذه النطفة من أين تتكون؟ تتكون من هذا الغذاء، وبالتالي هذا الغذاء هناك مكنة في جسم الإنسان تحول إلى هذه النطفة. فالغذاء أيضا له دخل. بعد أنه الشيء الآخر الذي له دخل أنه الآباء كيف هم، أخلاقهم كيف، تصرفاتهم كيف، هذه كلها تصبح من مكونات الشخصية. يعني أن سلوك الآباء، أصالة الآباء، عظمة الآباء تنعكس على شخصية الولد. وغير هذا، عكس هذا، الرذيلة، التحلل، الابتعاد عن الله سبحانه وتعالى تنعكس أين أيضا؟ تنعكس على الولد. لذلك اليوم لو أردت أن تضرب مثل عائلة بني أمية وعائلة بني هاشم، تشوف واحدة من هذه العائلتين تسمو دائما، ترتفع دائما، تحلق دائما، يضرب بها المثل دائما، وعائلة دائما تتسافل. وإن رأيت عندها جاه، وإن رأيت عندها سلطان، وإن رأيت عندها أموال، لكنها عارية، ليس عليها ثياب كرامة، ليس عليها ثياب حياء، ليس عليها ثياب دين، ليس عليها ثياب حشمة. وعائلة بنو هاشم دائما يضرب بها المثل. يقول الشاعر ماذا يقول؟ يقول: أرى الموت يحييكم، وبعض الذي لو عاينت يمشي بهم قبره، تشد بهم للطين سود فعالهم، وتسمو بكم للنور أمثلة غره. دائما نشوف هذه العائلة حتى بعد موتها، وإذا تشوف الناس دائما تقف أمام قبورهم لتستلهم الفضيلة، لتستلهم الإباء،
لتستلهم الشجاعة، لتستلهم المثل العليا. هذه عائلة بني هاشم، وهي مع التضاد من أسرة بني أمية. حقيقة لو قارنت أفعالهم وشوف أنه بني أمية حكموا كم من السنوات، حكموا تقريبا أكثر أو 70 سنة أو أكثر من 70 سنة. وإذا شوف هذه العائلة دائما تذكر بماذا؟ تذكر دائما باللعنة، تذكر دائما بالتحلل، تذكر دائما بالابتعاد عن الدين. بينما الإمام علي سلام الله عليه حكم 4 سنوات، لكن هذه 4 سنوات وإذا بهذا الظلام الذي يلف التاريخ هي الشمعة الوحيدة مع 6 أشهر من حكم الإمام الحسن عليه السلام. هذا دليل ماذا؟ دليل على أن هناك ذوات مقدسة. هذه البهارج والدنيا وإلى ما هنالك لا تستقويها ولا تستغريها أبدا، وإنما دائما تبحث عن السمو من جهة الروح، وكانت دائما تخدم. اليوم لو رأيت حياة الإمام الحسن، احنا دائما نركز أبدا ونتكلم عن مظلومية الحسن. حقيقة شوف احنا ناخذ حيز نتكلم عن المظلومية، لكن في المقابل ننسى مظلومية الإمام الحسن. يعني لما أتكلم عن المظلومية أنا أبين ما هي ظلمة الإمام الحسن، ولماذا الإمام الحسن مظلوم، وكيف بالتالي أبين للناس ظلمة الإمام الحسن، وبالتالي أستوفي حق الإمام وأبينه وأقدمه إلى الناس. هذا ابن رسول الله، عندما يقول الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام بأن للحسن هيبتي وسؤددي. هذا الحديث. أكو حديث آخر طبعا، ولو أنا في يوم من الأيام ذكرته، أحد الأشخاص استدرك بعد ما نزلت من المنبر قال لي شيخنا أنه الإمام الحسن كان يجلس بالطريق بالشارع، لماذا تتكلمون؟ أولا الإمام الحسن نعم معصوم، لكن أيضا في كثير من الأحيان يقف بالشارع عند حاجة، عند شيء، عند إلى ما هنالك. يعني مو معناته أنه عندما نضرب أن الإمام الحسن جالس بالشارع يعني جلسة البطالين أو كجلوس كثير من الناس الذين لديهم هذه الأشياء. كان يجلس بقضاء حوائج، في انتظار أشخاص، فعندما يضرب المثل ممكن الإمام الحسن في هذه الحالة وفي تلك الحالة. فالقضية مو معناه إذا ضربنا مثل يأتي أحد الأشخاص ودفعة يستشكل والله الإمام الحسن المفروض هذا الحديث مو صحيح. لا صحيح هذا الحديث. جعدة بنت الأشعث يقول معاوية بعد أن أغراها بالمال وبأنك تكونين زوجة سلطان بني أمية زوجة يزيد وعليك أن تسم الإمام الحسن، شو يقولها بعد ما انتهت المآمرة بمساعدة أبوها؟ شو يقولها؟ يقولها قالت له إجدت، قالت له الآن أنا انتهى الجزء الذي علي، أوفي بجزئي. قال لها قبل أن أعطيك جزائك صفي لي الحسن. هو يعرف الإمام الحسن، بني أمية يعرفون بني هاشم، يعرفون علي بن أبي طالب حق المعرفة، وأزيدك بأنهم يعرفون علي بن أبي طالب حتى أكثر من كثير من الشيعة. قال لها صفي لي الإمام الحسن. قالت كانت هيبته طاغية، بحيث أنه إذا وقف أو جلس على باب الدار تنقطع المارة لهيبته. كم عظيمة. طيب هذه الهيبة وهذا السؤدد، ونقارن والعياذ بالله، بعيد عن المقارنة وحاشا للإمام الحسن أن يقرن مع يزيد، مع يزيد كيف؟ قال لها هذا الحسن وفعلت بهذه الصفات وفعلت به ما فعلت. إذن كيف
أؤمنك أو أستطيع أن أضعك في بيت فيه يزيد. القضية قضية مو قضية أنه أنا أخاف على يزيد منك، إذا أنت الحسن هذا أول شيء تقولين هيبته كذا، وتعرفين مكانه من رسول الله، تعرفين قضايا، تعرفين إمام، وبالتالي فعلت به ما فعلت. يزيد هذا الإنسان بهذه الإمكانيات التعبانة، إذا راح تسوين به أشياء كثيرة. فالإمام الحسن عليه السلام حقيقة لديه أكثر من هذا. قلت قبل قليل إذا جردنا الإمام الحسن عن الغيب، كيف إذا كان الغيب في شخصية الإمام الحسن؟ كيف إذا كانت يد الغيب متدخلة؟ لذلك أنت لما تسمع أحاديث الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول واحد من الأشخاص في يوم من الأيام خرجنا في الطريق وإذا بالحسن عمره تقريبا 6 سنوات أو أقل، يقول لما رآه الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وإذا به يركض خلف الإمام الحسن، يقول لما ركض وراء إلى أن يركض ها هنا وها هنا إلى أن أمسكه، يقول فوضع يده تحت حنكه على رقبته ووضع اليد الأخرى فوق رأسه. شوف انظر دقق بهذه الكلمة، دقق بفعل الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول فأشبعه لثما، يعني وين؟ كان يقبله على شفتيه على فمه كأنما لا يشبع منه، لكن أيضا بفعل الرسول أراد أن يشير إلى مظلومية الإمام الحسن. يقولون أكو واحدة من الروايات الرسول في يوم من الأيام قبل الحسن على شفتيه وقبل الحسين على رقبته. تشايف ابنك بعض الأحيان الشمة دائما هنا، وخاصة إذا ابن عزيز الشمة برقبته الشمة فمه. الإمام الحسين إجا المن لفاطمة الزهراء، قال لها أمه اليوم رأيت جدي فرق بيننا في التقبيل. قالت له مما يا بني؟ قال لها رأيت جدي رسول الله يقبلني على رقبتي على نحري، يكثر من تقبيلي لكن ما قبلنا على فمي، أما أخي الحسن فقبله على فمه أشبعه. هل أثناء يقولون إجا الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، قالت له أبا يا رسول الله اسمع شكوى الحسين. قال ما عندك بني؟ قالت يقول كذا وكذا. يقول الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام هملت عيناه، دمعت عيناه، قال لها لا لا أنا ما اختلفت، أنا عندي اثنيناتهم ذين ريحانتي من الدنيا، اثنيناتهم أنا أحبهم وأعزهم وقريبين إلى قلبي، لكن أنا دائما أنظر إلى كيف راح يتعاملوا وياهم التاريخ وشلون تتعاملوا وياهم الأمة. أما الحسن فيسقى سم، وأما الحسين فيذبح من الوريد إلى الوريد. أنا أقبل هالشغلة. طبعا حقيقة الرسول عندما يشير لهذه الأشياء أكو رواية أخرى تشير إلى معنى آخر، إلى اختلاف مظلومية الإمام الحسن واختلاف مظلومية الإمام الحسين. يقول لما أسري بي إلى سدرة المنتهى وإلى الجنة رأيت قصرين متجاورين جميلين. يقول لما شفت هالقصرين، قصر أخضر لكن مشابهين بالبناء لكن اللون يختلف، وقصر أحمر، قلت يا رسول، قلت يا جبرائيل لمن هذين القصرين؟ قال واحد للإمام الحسن وواحد للإمام الحسين. قلت هم أخوين ليش ما جعلتوهم بنفس اللون؟ قال لا أحدثك أو لا أجيبك يا رسول الله حياء منك. قال لا أخبرني. قال أما الحسن فيسقى سما، يعني تنقلب حالته خضراء من السم، وأما الحسين لأنه يذبح من الوريد إلى الوريد. فهذا القصر للإمام. فدائما الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام
كان في كثير من المجالس يشير إلى مظلومية الإمام الحسن. لكن العجيب في بعض الأحيان إحنا الإمام الحسين والإمام الحسن ما محتاجين أنه نأتي برواية من موجودة للإمام الحسين ونأتي بها ونضحها للإمام الحسن، ولا محتاجين أن نأخذ رواية أو كرامة من الإمام الحسن ونضعها في الإمام الحسين. شوف كثير منا أو كثير من كتبنا أو كثير من الخطباء دائما تسمعون مرة تنسب هذه الرواية للإمام الحسين، ومرة تنسب إلى الإمام الحسن، ومرة تنسب إلى الإمام زين العابدين. ليش الاختلاف هذا؟ ليش ما أكو دقة في نقل هذه الرواية؟ مثلا أضرب لك مثل، مسألة أنه أكو في يوم من الأيام جارية، سامعينها دائما هذه الرواية، يقولون هذه الجارية لما جاءت في يوم من الأيام تصب الماء على يد الإمام الحسن. شوف التسامح هذه الرواية أنه تصب الماء على يد الإمام الحسين، بل في رواية أخرى أنه تصب الماء على الإمام زين العابدين على يد الإمام، بينما هنا الرواية تقول ماذا؟ أن هذه الجارية صبت الماء على يد الإمام الحسن عليه السلام فسقط الإبريق. الآن الماء على وجه الإمام، فالإمام إيش قالها؟ قال لها أنت حرة لوجه الله. قالوا له يا ابن رسول الله جارية فعلت هذا الفعل تطلقها؟ قال نعم أنا أعفو عنها، ألا تحبوا أن تعفو؟ فأنا أعفو عنها. بل أكثر من هذا، شوف الإمام الحسن حتى بتعامله مع أعدائه شلون كانت حياته، شلون كانت شخصيته. طبعا عندما نتحدث احنا مو نريد نصطنع للإمام الحسن فد أشياء، بل هي من مقومات شخصية الإمام الحسن ومن أشياء شخصية الإمام الحسن. في يوم من الأيام أكو واحد من الأشخاص يقول أنا جئت من الشام خصيصا أرد أسب الإمام الحسن، لكن الإمام الحسن شو يقول عنه؟ ألد أعدائه. مروان بن الحكم يقولون لما توفي الإمام الحسن حمل جنازته أول الناس، يعني وين العمود الأول؟ وين الخشبة الأولى؟ حاملها على كتفه. يقول الإمام الحسين نظر إلى مروان بن الحكم قال مروان أتحمل جنازته وكنت تجرعه الغصص؟ يقولون أكو وحدة ترى أهم رواية، شوف انظر إلى الروايات، وحدة من الروايات يقول أشار إلى الجبل، جبل أبا قبيس أو جبل آخر، يقول قال لقد كنت أفعل ذلك بمن يوازي حلمه هذا الجبل. يعني الإمام الحسن أدري بي حليم وأدري بي عظيم وكنت أجرعه الغصص، يعني أعرف بي يتحملنه. هذا الرجل لما جاء من الشام سب الإمام الحسن سباً مقضيا، الإمام الحسن يبتسم. اليوم وين تلقاها؟ أنه إنسان يسبك وما ترد عليه، اليوم إنسان يغلط عليك وما ترد عليه. وشوف وكأننا احنا بعيدين عن حياة الأئمة، وكأنما احنا لم نتحدث ولم نستمع إلى أحاديث كثيرة أن الإمام موسى بن جعفر يسمى كاظم الغيظ. ليش كاظم الغيظ؟ لأنه كان يكظم غيظه ولا يقابل الإساءة إلا بإحسان. وإذا بهذه الكلمة الخالدة دائما وأبدا الله أعلم حيث يجعل رسالته. ليش؟ لأن هذا مكنون، هذا جوهر، هذا ضد الظلم ضد الظلام، نور كله نور، حياتهم عطاء حتى لأعدائهم. يقول سبه سبا مقذعا والإمام الحسن يبتسم في وجهه. بعد ذلك لما انتهى قال يا هذا لعلك غريب، إذا كنت جائعا أطعمناك، إذا كنت عريانا كسوناك، إذا كنت طريدا آويناك،
إذا كنت وإذا بهذا الرجل يقول هذه الأخلاق، أي أخلاق هذه؟ هاي تقابلها الأخلاق مع الجماعة. ذاك الذي يقول على من أمرني بتقوى الله بعد يومي هذا ضربته عنقه، سبحان الله. وإذا به يقول لي كذا، وإذا به ينقلب رأسا على عقب. الإمام الحسن عليه السلام ربما تسمع أنه بعض الأشخاص يسبون ذواتهم، يعني يسب شخصيا، يسب الإمام علي شخصيا، يسب الإمام الحسين شخصيا، يتجاوزون. لكن هناك سب لا يتجاوز عنه الإمام، يعني هناك فرق بين أن يكون الإنسان يتحمل وهو شجاع وهو حليم، وبين هناك إنسان جبان. الإمام لما يتكلم يتكلم عن حلم، لكن في مواقع كثيرة الإمام صلوات الله وسلامه عليه عندما يدخل على معاوية ويجد عنده عمرو بن العاص ويجد عنده كثير من هؤلاء الجلاوزة، وإذا بهم يسمعون الإمام كلام كثير، ما أنت يا حسن وطلب الخلافة، ما أبوك، ما كذا. وإذا بالإمام الحسن، انظر إلى كتب احتجاج الإمام الحسن سلام الله عليه في مجالس معاوية، اقرأها وانظر إلى رد الإمام الحسن في عاصمة معاوية وفي عقر داره. وإذا به في يوم من الأيام معاوية يقول والله ما قام الحسن حتى ظلم البيت، حتى ظلم علي البيت لأنه ألقمه حجر. في يوم من الأيام واحد من الأشخاص الجالسين وكان قريب لمعاوية وسب الإمام الحسن، قال له إنما مثلك، شوف انظر، إنما مثلك كمثل الذبابة والنخلة. عندما قالت الذبابة للنخلة إلزمي نفسك فإني طائرة منك، قالت لها وهل شعرت بك عندما سقطت علي حتى أشعر بك عندما تطيرين؟ يعني من أنت؟ ما وزنك حتى أرد عليك؟ في يوم من الأيام لا، ترك هؤلاء جميعهم ورد على معاوية بجواب أفحم معاوية. وإذا بالإمام الحسن يقوم وهم جالسين، قالوا له لماذا رددت عليه؟ طبعا الكلام توجه من جلساء معاوية إلى الإمام الحسن عليه السلام، لكن الإمام الحسن تجاهلهم ورد على معاوية. فالتفت إليهم معاوية بعد أن قام الإمام الحسن، قال لهم لماذا لم يرد عليكم؟ تعرفون ليش؟ واحد يقول له لأنه هاب ألسنتنا، واحد لأنه ليس عنده حجة، ليس عنده كذا. قال لا، وإنما لم يراكم أهلا للرد فلم يرد عليكم. هذا الإمام الحسن عليه السلام بهذه العظمة. والإمام من يجهل تاريخه كان دائما أمير المؤمنين إذا جاءت مسألة دائما يخير السائل، هتريدني أن أجيبك أم يجيبك ذو الوفرة؟ ذو الوفرة هو الإمام الحسن، يقولون كثير الشعر، يقول له أنا أجيبك تريد؟ يقول، فينظرون إلى الإمام الحسن ويقولون بل جواب الشاب الغلام أحب إلينا، فيجيبهم الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. طبعا الإمام من لم يعرف أنه عمره سنتين أو أقل أو أكثر، وكان ينقل أحاديث الرسول التي كان يتحدث بها، انظر إلى الحافظة إلى العظمة، ينقل تلك الأحاديث بدون أن يكررها الرسول، بمجرد التقاط مسجل لاقطة يأتي بها إلى فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. لما يأتي إليها يحدثها، يأتي أمير المؤمنين، لما يأتي أمير المؤمنين، يا فاطمة اليوم أبوك رسول الله قال، قالت لا يا علي، لا يا أبا الحسن، عندي هذا الكلام كله موجود. قال لها من أين أنت في البيت؟ من أين علمتي؟ من الذي أتاك بهذه الأحاديث؟ قالت
ولدك الحسن قد أتى بها. لما يأتي قال أنا أشتهي أن أسمع كلام ولدي، أنا أشتهي أن أسمع كلامه. يقولون في اليوم الثاني سمع أمير المؤمنين، وقبل أن ينتهي الرسول من كلامه أسرع إلى البيت واختبأ. يقول لما اختبأ جاء الإمام الحسن سلم على فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، قالت لبني تكلم، ما الذي تحدث به جدك رسول الله اليوم؟ وإذا بالإمام الحسن يصمت يسكت. قالت بني تكلم، قال أماه كل لساني وعجز بياني لعل سيدا يرعاني. أنا ما أقدر أتحدث وأبوي موجود، أكو سيد عظيم يرعاني، أكو سيد عظيم موجود، أنا ما أقدر أتحدث. هذه دليل على مكانة يأخذه أمير المؤمنين يحتضنه ويقبله، الحمد لله الذي رزقني شبيه يحيى. هذا الإمام الحسن عليه السلام. تشوف اليوم تمر ذكرى الإمام الحسن، لكن أكو ناس كثيرين ممن ينسبون إلى الإمام الحسن ويتشيعون للإمام الحسن لا يعرفون لهذه المناسبة عظمة وحرمة، بحيث أنه تمر هذه المناسبة والموجودين بهذه القلة. وين تعظيم الإمام الحسن؟ وين حق الإمام الحسن؟ يعني أنت نفع، نعم عندك شغل، لكن هذه الساعة أو ثلاثة أرباع الساعة أو نص ساعة ما راح تأثر عليك عندما تأتي وتسجل حضور في دفتر الإمام الحسن، وهو بالتالي من باب رفع ولو شيء قليل من مظلومية الإمام الحسن عليه السلام. فالإمام بهذه العظمة وبهذه المكانة، نعم ظلمه التاريخ لأنه لم يفهم طينة الإمام الحسن، ولأن التاريخ كتبه أناس دائما يؤمنون بالمادة، يؤمنون بالغلبة، يؤمنون بالسلطان، لكن لا يؤمنون بهذه الذوات إلا الشاذ من الناس أو القليل من الناس. يعني الآن لما يقارن الإمام الحسن بالعظماء، فإن الإمام الحسن لا شك في الذروة العليا. أول ممهد إذا رأيت وإذا أردت لثورة الإمام الحسين وواضع اللبنة لثورة الإمام الحسين هو الإمام الحسن عليه السلام، هو الذي وضع نواة ثورة الإمام الحسين. لماذا؟ لأن الناس جميعا كانوا مخدوعين ببني أمية، مخدوعين بمعاوية، لكن الإمام الحسن اشترط عليه شروطا، من هذه الشروط يستطيع الإمام الحسين أن ينطلق منها بثورته، باعتبار أن الإمام الحسن عرى معاوية وعرى بالتالي أهداف معاوية وكشفه للناس. فعندما يأتي الإمام الحسين ويثور على يزيد، فإنه بالتالي يستطيع أن يقول للناس بأن أخي الإمام الحسن قد فعل وعرى واشترط، وأنتم رأيتم معاوية ماذا فعل. واحدة من الشروط. ربما يتساءل الإنسان، الإمام الحسين موجود بعد وفاة الإمام الحسن، والإمام الحسين بقي بعد وفاة الإمام الحسن 10 سنوات لم يثر على معاوية، ما السبب؟ السبب هو ذلك الصلح وتلك المعاهدة التي وضعها الإمام الحسن عليه السلام في تعرية معاوية. تعرت واحدة بعد واحدة هذه الأشياء إلى أن وصلت إلى آخر شيء، آخر نقطة في صلح الإمام الحسن، بأن الحكم من بعد معاوية للحسن، وإذا حصل بالحسن شيء فللحسين. يعني آخر بنت من بنود المعاهدة انتهى بموت معاوية، وبالتالي أصبح الحسين غير ملزم بهذه المعاهدة.
فالإمام الحسين هو الذي مهده وعرّى لهذه النهضة العظيمة. نعم، لما رجع الإمام الحسن إلى المدينة، لما رجع كان يرفد الأمة بعطائه ويعطي ويتابع شؤون الأمة، إلى أن ضاق به معاوية ذرعا، أعيته الحيلة، لأن ما دام الحسن موجود فإن سلطان وخطط معاوية لا تتم. لذلك تقول الرواية: حاول يسم الإمام الحسن 7 مرات قبل هذه المرة. بيش سمه؟ بأخطر سلاح. المرأة خطيرة، والمرأة كان الإمام الحسن يعرف بأنها قاتلته. واحد من أخوته قال: يا ابن رسول الله، إذن اطردها من بيتك. قال: إذن من يقتلني؟ من يقتلني؟ هذه قضية. القضية الأخرى الآن عندما يطردها يشنعون على الإمام الحسن، يقولون: لقد طردها هكذا وهي لم تفعل شيء. فجاء إليها أبوها ومناها بيزيد وبشرط آخر 60,000 أو أكثر من الدنانير على أن تسم الإمام الحسن عليه السلام. فوضعت له السم كما تقول الرواية بشربة من لبن. لما شربها الإمام صلوات الله وسلامه عليه أحس بحرارة السم، وأخذ يتقلب على فراشه، تقطعت كبده من شدة السم قطعا، صار يلفظ: كبده في ذلك الطشت. دخل عليه مولانا الإمام الحسين بكى بكاء عاليا، قال: أخي أبا محمد، من الذي فعل بك ذلك؟ قال: أخي حسين، وما تريد أن تصنع به؟ قال: أخي كله إلى الله. أخي أبا عبد الله، إن الذي أتى إلي بالسم شخص واحد، ولكن لا يوم كيومك أبا عبد الله. كيف بك إذا ازدلف عليك 130,000 كلهم يدعون أنهم من أمة جدنا رسول الله؟ بكى الإمام الحسين بكاء عاليا، وضع رأس أخيه الحسن في حجره. اش كثر الدهر فرق بين الأحباب، مع أبو محمد بالقلب صواب، قعد ينحب ولن الدق على الباب. صاح الحسن: شيل الطشت يا حسين. وإذا بالباب تطرق: من الطارق؟ قالت مولاتنا زينب: أنا أختك أخي، أنا الجان الفاقد، أنا الفاقد أمي وأبي، وأنا الجاي أتعافى لخي. أخوي حسين أخاف يزول في، لا مات الحسن اليوم يا حسين. لكن قبل أن تدخل مولاتنا زينب، نادى الحسن لأخي الحسين: أخي نحطشت عني، خبئه بعيدا. لما أخي؟ قال: حتى لا تراه أختنا زينب. يا حسين يا حسين، شيل الطشت عني، خوايا
ساعتك يا ابو السجاد جني خويا يردين يردين يشبع شوف مني ويردين يا خويا يودعني او ينوح علي او يودعني بجزيين ابو قامت تحن وتنوح وتنادي الحنين بدمع جواري صاحت يا الحسن نارك صدق ما تنطفي نارك وتعوف اختيك يا بعد اختيك متحيرة بخطارك خويا باشير من تجي الوفايد وتشابش على دارك ترضى رضا اطلع وحاشيها وعلى المحتاج اعطيها واصيح بصوت يا الوفايد راعي الدار مو موجود تقول له يا حسين تشيله بصدرك خويا بن والدك بن والدك وحزام ظهرك اخاف اخاف الدهر من بعده يغدرك وتظل بعده يا خويا ولا لك معين تقول الرواية عند ذلك الامام الحسن جالس وإذا به مدد رجلي وأسبل يدي وسكن أنينه وعرق جبينه وفاضت روحه الطائرة أيوا سيدا أيوا مظلوما أيوا حسنا قام في تجهيز الإمام الحسين عليه السلام انظر إلى مظلومية الإمام الحسين كان من وصيته أن يجدد به عهدا عند قبر جده رسول الله لكن لما أخرجوا الإمام الحسن إلى قبر جدي رسول الله وإذا ببني أمية يتجمعون وذا بتلك المرأة راكبة بغلة وهي تنادي لا تدفنوا في بيتي من لا أحب الله أكبر الإمام الحسن حبيب رسول الله حبيب الله وإذا بالسحام جنازة الإمام الحسن أبا الفضل العباس هم بأن يأخذ سيفه وإذا بالحسين ينادي الله الله إخوتي في وصية أخي الحسن أخرجوا قالوا لهم إنما أردنا أن نجدد عهد أخرجوه إلى أن أتوا به إلى جنب قبر فاطمة بنت أسد حفروا له حفرة نزله الإمام الحسين في حفرته أهالوا التراب عليه وإذا بالإمام الحسين يضع عمامته على التراب وهو يقول أدهن رأسي أم تطيب محاسني وخدك معفور وأنت سليب بكائي طويل والدموع غزيرة وأنت بعيد والمزار قريب والله ما أدري ايش قايل من نزل بقبره ظل عليه بس يسجب العبره عفى قلب الحسين
ليش كثر الصبر لو ان من صخر جسر نصين. انزله الامام الحسين واهال التراب عليه ودفنه بتلك الحشمة، لكن مولانا الامام زين العابدين كيف انزل الحسين الى حفرته؟ تقول الرواية لما انزله اراد بنو اسد ان يعاونوا، قال لا لا يا بني اسد ان معي من يعينني. انزله الى حفرته وضع فمه على نحره الشريف وهو يقول ابا حسين اما الدنيا فبعدك مظلمة واما الاخرة فبنور وجهك مشرقة. يقول انا اللي صار بي ما جربنا واس، بويا شفتك بالعثر بالخيل تندوس، تالي الوقت نزلتك بلا راس، الجسد والراية صاروا لم جانين. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أن محمد أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، فرج عنا فرجا قريبا عاجلا كلمح للبصر أو هو أقرب من ذلك. شافي مرضانا، يسر أمورنا، اقضي حوائجنا، لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. تقبل منا هذا القليل يا الله، إلى أموات الجالسين والمؤسسين، ومن مات على ولاية أمير المؤمنين نهدي جميعا سورة المباركة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا دمعي ضاق صحن الوجن جعده، على المسموم راح بغدر جعده، يا ابو اليمة لاخوك الحسن، يا ابو اليمة لاخوك الحسن جعده جعده، والله قبل ما يحان خلي يبدل وصيه، يا قبل ما يحان خلي يبدل يا الوصية وهامية وهامية المدامع بالحزن تجري، وهامية على مصاب الحسن هاجت، وهامية نشاشي بالرمة نعشية، والله وهاميت وهاميت ايش سوت، والله رمت عين القمر بالغاضرية، يا رمت عين القمر بالغاضرية، بس هام فرح ما شفت طول العمر، بس هايام ولا جف الدمع بالعين مولاي، بس هام وسافة 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 الحسن نعشا صاب، بشنو بزهام وبعد ومن عودفنا يم سيد البرية، يا ومن عودفنا يم سيد البرية، يا حسين ويمصاب
يا حسين ومصاب والجل العين سكابة يا حسين ومصاب ويا حسين يا ذكرك بطرف لساني يا حسين وحاشاك لن يوم الوعد تنساني يا حسين ومصاب وانا اعتقادي بدفترك عنواني يا حسين ومصاب وزينب تون وتنادي يا حسين ومصاب واخويا ويا روح الهادي مرتشب دي قراب وعدي مرتشب دي قراب وعدي يا بولي اما يا بولي اما يا بولي اما يا بولي يا اخويا حسين غدارني البين وريد اوصيك وريد اوصي العدا تعدى بغدور جعدة فلا يخفي انقطع قلبي قضى نحبي ونوح عليك استمع ردي وصل حدي يا ابو الامة يا ابو الامة مراد مراد شبدي قراب وعدي مراد شبدي قراب وعدي يا ابو الامة يا ابو الامة حزين يا عقوب ولا أيوب صبر صبري دموعي تفيض كظمتي الغيظ وسط صدري سموم عداي بجميع حشاي غدت تسري العمر يحدي جرح يدي يا بولي اما يا بولي المراد المراد شبدي قراب المراد شبدي قراب وحدي يا بولي اما يا بولي اسمعني رحم الله والديك واسي الزهرة بهاي الليلة ابكي بني العلياء بالدمع والدم قتلا قضوا ويلاه بالسيف والسم بيت المحن صبر الحسن بيت المحن صبر الحسن بالدمع والدم صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد أبكي بني العلياء بالدمع والدم قتلا قضوا ويلاه بالسيف والسام أبكي بني العلياء بالدمع والدم قتلا قضوا ويلاه بالسيف والسام بيت المحن صبر الحسن صوتك بيت المحن صبر الحسن بالدمع والدم أبكي بني العلياء بالدمع والدم قتلا قضوا ويلاه بالسيف والسم أبكي بني العلياء
بالدمع والدم قتلا قضوا ويلاه بالسيف والسم بيت المحن صبر الحسن بيت المحن صبر الحسن أن بالدمع والدم أحداق المعالي أدمع تجري على من سمه الطاغوت بالغدر ولن تهدى وحق الشفع والوتر إلى أن يأخذ الموعود بالثأر إلى أن يأخذ الموعود بال السم لن يثني يا شبل طه يا شبل نار الطور موسى أتاها أحيى السنان صبر الحسن أحيى السنان صبر الحسن بالدمع بالدمع وريث المصطفى يا وارثا حيدر بحار الجود تاهت فيك يا شبر وكف الله أنت وبحره الأكبر وكف الله أنت وبحره الأكبر فمن أزكى جنانا منك من أصبر فمن أزكى جنانا منك من أصبر في غربة الأحزان قضيت عمرا من محنة مولاي تمضي لأخرى في غربة الأحزان قضيت عمرا من محنة مولاي تمضي لأخرى أبكى الزمان صبر الحسن أبكى الزمان صبر الحسن بالدمع والدم بكاك الحل والتوحيد ينعاك بكاك الحيل والتوحيد ينعاك كما شفت النبوة قبلت فاك كما شفت نبوتي قبلت فاك فأنت وحق من للناس سواك إماما والهداية بعض معناك تبقى منار الدين صدقا وعدلا يا أيها النبراس جرحا تجلى تبقى منار الدين صدقا وعدلا يا أيها النبراس جرحا تجلى أزكى هدى صبر الحسن أزكى هدى صبر الحسن بالدمع بالدمع والدم يد الطاغو تراست سهمها قدم يد الطاغو تراست سهمها قدم ومروان
خساستي سدد السهم رمى جسد النبوة قوسه لأمى وما زالت قريش تصافح الظلمى وما زالت قريش تصافح الظلمى تبت يد الطاغوت مروان تبت كم من نبات السوء في الأرض أنبت تبت يد الطاغوت مروان تبت كم من نبات السوء في الأرض أنبت كم منه أن صبروا صبر الحسن كم منه أن صبر الحسن بالدمع والدم لقد سموا هم بالزور أصحاب بيت الدعاء لقد سموا هب الزور لقد سموا هم بالزور أصحاب وفي كبد النبوة أغرسوا ناب ومن بعد السقيفة أحرقوا الباب ومن بعد السقيفة أحرقوا الباب حشى التوحيد من أفعالهم ذابا حشى التوحيد من أفعالهم أباهم أشعلوا النيران ألفا وألفا لكن من الرحمن للنار أطفى هم أشعلوا النيران ألفا وألفا لكن من الرحمن للنار أطفى أطفى الفتن صبروا صبر الحسن أطفى الفتن صبر الحسن بالدمع والدم كبد الحسن متقطعه سم المنية كبد الحسن متقطعة سم المنية أصبح يعالج وأصبحت زينب شجية وولاه وولاه يا سيدي وولاه صح وولاه وولاه يا سيدي وولاه دخلت عليه وعاينت ليل وحده عنده أخوه حسين دم عفوق خده أمر أخي يشيل طش تلبيه كبده أمر أخي يشيل طش تلبيه كبده شلا يا اخو يا لا تشوف الهاشمي يا واولاه واولاه يا سيدي واولاه شلا طشت خوف الودي عتشوف كبدي خفيت حن نوم بيتشا هيزيد ويجدي
هذي ودعت والدي حدار وجدي هذي ودعت والدي حدار وجدي ما اقدر اشوف دموعها خدها جرية واولا واولا يا بيت الدعاء ايه اوصيك يا ابن امي عقب عيني اكفلها وبكل وقت يا حسين دا يمعنك إلها تبقى ترى هيب الهضم من عقب أهلها تبقى ترى هيب الهضم من عقب أهلها توقف على تشتثهم بارة ظل غاضرية اللهم صل على محمد وآل محمد أفلح من صلى على محمد وآل محمد